نظمت لجنة دراسة الحوادث المرورية التي تقع عند المدارس مؤتمرا صحفيا صباح أمس بمبنى الإدارة العامة للمرور برئاسة سعادة وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي. اللواء العبسي أكد أن هذه اللجنة جاءت انطلاقا من اهتمام معالي وزير الداخلية بدراسة الحوادث المرورية عند المدارس. واستعرض اللواء العبسي في المؤتمر الصحفي إحصائية للحوادث المرورية بالقرب من الحاضنات والمدارس، مشيرا إلى أنه وقع حادث مروري واحد فقد أدى إلى وفاة حتى مايو الماضي، بينما لم تقع أي حوادث وفيات منذ عام 2011، فيما بلغ مجموع الإصابات البليغة والبسيطة 32 إصابة بين عام 2011 وحتى مايو 2014. وقال العبسي إن اللجنة توصلت لنتائج عامة تلخصت في أن نسبة وفيات طلاب المدارس بسبب الحوادث المرورية أمام المدارس أقل من واحد لكل 100 ألف طالب في عام 2014، أما في الفترة من 2011 إلى 2013 فكانت صفرة. أما فيما يخص النتائج ذات البعد الهندسي فقد تبين أن التخطيط الحضري والعمراني وطبيعة المنطقة التي توجد بها المدارس له الأثر الأكبر على السلامة المرورية وانسياب الحركة. عقدنا مؤتمر صحفي تكلمنا فيه عن شقين، الشق الأول نتائج لجنة اللي شكلت لدراسة الحوادث المرورية أمام المدارس، والشق الثاني استعدادات الإدارة العامة للمرور لبدء العام الدراسي الجديد. كل ما زادت التوعية كل ما صار أحسن، ولكن احنا نسعي ونتأمل ان توصل نتائجها للمتلقي اللي هو الجمهور واللي هو أولياء الأمور. هذه بالنسبة حق الشق الأول. الشق الثاني اللي هو استعداداتنا، تكلمنا في المؤتمر الصحفي عن استعداد الإدارة العامة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وهذه يعني على شقين. الشق التوعوي اللي تفضلت فيه بدينا في الفترة الصيفية أثناء العطلة الدراسية، بدينا بالموظفين، طبعا الطلبة بيكونون في إجازاتهم، لكن بدينا في حرس المدارس، بدينا في السواق اللي يوصلون الطلبة، بعض المدرسين قبل خروجهم للإجازات، والآن تكلمنا عن استعداداتنا الميدانية، يعني ميدانيا أمام المدارس تواجدنا، كثفنا حضورنا كإدارة عامة المرور، بالإضافة استعنا بالشرطة، أفراد من الشرطة المجتمعية أيضا دخلناهم دورات تدريبية في شنو المطلوب منهم أمام المدارس. وبدينا من أمس مع دخول المدارس الخاصة، وإن شاء الله بتشوفونهم معانا يوم الأحد إذا دخول المدارس الحكومية.